الجبهه هذه الجبهه مستمره وماشيه، والرفاق كلهم عم يقاتلوا بقوه واراده، وان شاء الله الكم يوم كمان يعني تخلص داعش. عم يهاجم هذا القوات بالليل بس فقط، انه ما يسترجع يعني طالع حاله قدامنا، بس بالليل عم يهاجم نقاط متمركز، هو اغلب الاحيان نحن نهاجم. بعد الفردوس قال هذا المعركة، ويما الملعب الأسود داير ما يدوروا المعركة عايدة، ولكن هم خلتهم يتغوون. هدنا ثلاثة أيام الحز جاي يتهزمون، والمدنية طلعهم علينا وسألناهم إيش بي ما بي، قالوا منكسرة يعني.